كان اسمه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في مقدمة مستقبلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله إلى مملكة البحرين مساء اليوم لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. يرافقه الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مناء مجلس مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي العهد لأبو ظبي، واسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس ومناء مجلس مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية. ورحب سموه بضيوف البلاد وحرصهم على مشاركة مملكة البحرين هذه الفعالية انطلاقا مما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة. كما كان في الاستقبال في قاعدة الصخير الجوية الفريق ركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ خليفة بن دعيجة الخليفة رئيس ديوان ولي العهد، وسعادة السيد عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين في السفارة.